بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني شنو؟ يعني دين الإنسان دين الكون، ما يتكلم عن الكويت ولا يتكلم عن إفريقيا ولا يتكلم عن الكرة الأرضية، إنما يتكلم عن الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا عندك عقل وأنت صاحب اللب فدينك كوني. يعني شنو؟ يعني كن كونيا. هل نحن كونيون؟ يعني نحن هل فكرتنا فكرة كونية؟ لا. الناس ينقسمون إلى قسمين عندنا. أما هؤلاء الشباب الجالسين هنا، هذول فكرتهم في نجاحهم، امتحانهم، دراستهم، مستقبلهم، بيتهم، يتزوجون بأية فتاة، يشترون أية سيارة. هؤلاء الذين يفكرون هكذا تفكير في أنفسهم يستحقون نوديهم على البحر ونقطهم بالبحر، هذا ونستريح منهم. فكرة في نفسه، هذا هو مثل فكرة القطوة. القطوة شنو تفكر؟ لا حقيقة، يعني قطوة تفكر شنو تأكل، شنو تشرب، أية زوجتها، وين تنام، وين تمشي. قطوة أكثر من هذا تفكر؟ الإنسان الذي يفكر في نفسه وزوجته وسيارته ورصيده في البنك وتدريسه ودرسه ومستقبله قطوة. حتى إذا ما عد اللعب، حتى إذا ما عد مكسرات، حتى ما عد خرابيط، حتى إذا ما عد محرمات، فكرة القطوة لا أكثر ولا أقل. فكرة الهرة، فكرة العصفور، فكرة الحمام، فكرته لنفسه: أكلي، شربي، زوجتي، ابني، سفري، سيارتي، داري، رصيدي، مدرستي، ملابسي، ولا هالمعدات. هاي قسم من الناس، وهم الأكثرية من المسلمين والذين تحطموا بهذا السبب. القسم الأرقى منهم هو الذي يفكر شوية فيما حوله. هذا هو شوية، يعني شنو يفكر فيما حوله؟ يفكر في أقربائه، يفكر في أصدقائه، يفكر في جيرانه، يفكر في تلاميذه. هذا الأرقى فكرا، هاي فكرته شوية أوسع من هذا هو. وهذا هم لازم ناخذه نوديه نقطة في البحر، لكن يمر قريب من البحر حتى لا ينغرق، بس شم حفل ما يشرب. هذا هو، لأن فكرته صغيرة. أما فكرة الإسلام فكرة عالمية: إن في خلق السماوات والأرض. وش وقت تقرأ الآية؟ من المستحب أن تقرأ هذه الآية كل يوم تقوم صباحا، يعني وقت اللي تقوم صباحا تقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني فكر في الكون، فكر في كل شيء، ما تفكيرك تفكير صغير في نفسك فقط، لا لا أبدا. وحتى مو تفكير شوية أوسع، لا، تفكير كبير. والإنسان المعاصر من المسلمين على الأغلب والأكثر فكرتهم لا تخلو عن أحد أمرين: إما فكرة شخصه، ماذا أكلت، ماذا شربت، أين ذهبت، كيف سافرت، كيف بنيت، ماذا اشتريت، سيارتي، زوجتي، رصيدي، ملابسي. هذه تعادل فكرة القطوة وفكرة الحمامة وفكرة العصفور. وهذا الإنسان إذا كان شابا يعرف السباحة على هذا الشاب،
وديه بالبحر أو تجيه في البحر. القسم الثاني وهم أيضا قليلون، فكرتهم شوية عندها شعاع، جارة، صديقة، معلمة، تلاميذة، المراجعين إلى فرد فكرة شوية. هاي فكرته أحسن من الفكرة السابقة، لكن أيضا هذا يستحق توديه في البحر وهي ملابس تنزل في البحر، حتى ملابس يتبلل أقل شوية كم حفرة ما يشرب. الإسلام فكرته عالمية، ويجب علينا أن نوسع فكرتنا، عالم عالم، يعني أنه إحنا القاعدين هنا نفكر في المسلمين في فلبين، نفكر في المسلمين في الاتحاد السوفيتي، نفكر في المسلمين في الصين، نفكر في المسلمين في فلسطين، نفكر في المسلمين في أمريكا، نفكر في هداية غيرهم أيضا إلى الإسلام، نفكر في تخليص الناس من مشاكلهم وويلاتهم، مو بس تفكير، عمل، تفكيرا وعمل. عمل يعني شنو؟ يعني انت عندك بالشهر ان شاء الله 200 دينار معاش، 50 دينار خلي لهؤلاء، مو لازم ان يومية عيش واللحم واجب، مو لازم ان كل اسبوع مرتين تطي ملابسك الى المكوات لازم، مو لازم قندري 15 دينار 7 دنانير خلاص. هذا له تأثير، تأثير بالغ. افرض هذول الجالسين هنا بالشهر شكوف يصرفون بالشهر، افرض يصرفون 2000 دينار، خلي يكون 2000 الا 500 دينار. 500 دينار هذا مو فلوس لخدمة التعريف، الكتاب، المركز، المؤسسة، الحركة، العمل، النشاط، هذا مو زين؟ إذا الآن في الكويت كمثل، كم حوش أكو، بيت أكو، أقل تقدير 100,000 بيت أكو، إذا فرد 1000 من هذه البيوت كانت في العالم مبعثرة لأجل التبليغ والإرشاد والهداية، أي سمعة كانت للكويت وأي سمعة للشعب الكويتي كان؟ ما كان 1000 بيت في العالم عندهم هذول مكتبة ومدرسة ومؤسسة وحسينية ومركز حركة، وهل كان يضرهم؟ 1000 بيت. إذا 1000 بيت كل بيت لنفرض 30,000 دينار، كم دينار يصير؟ 30 مليون، مو 30 مليون. صدق تاجر واحد من تجارنا يتمكن أن يقوم به، تاجر واحد. وكان في المستقبل نفس التجار، لأن هذول التجار قبل 30 سنة كانوا تجار. فرد واحد من التجار قال لي، هو بنفسه وهو الآن يملك 50 مليون دينار، قال بنفسه لي إني جئت إلى الكويت حمال كولي أحمل الشيء على رأسي في قبل 10 فلوس، هو قال لي. من الممكن أن واحد من هذول الجالسين هنا أيضا في المستقبل يصيرون تاجر عنده 50 مليون، لكن عنده 50 مليون في البنك الفلاني، عنده 10 ملايين وفلان مكان كذا، شنو الفائدة عمي؟ الفائدة أن تخدم، أن تكون فكرتك عالمية، أن تكون فكرتك وسيعة، أن تكون فكرتك إسلامية، فكرة واسعة، حركة واسعة، انطلاق واسع، مو كله لي 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 لي. الحقيقة هذا الإنسان اللي يقول كله لي 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 هذا أسوأ من القطوة. احنا مثلناها بالقطوة أولا، لكن نقول اسم أسوأ من القطوة. لماذا؟ لأن القطوة شعوره مو واسع، مو بيدهم، لكن انت شعورك تتمكن توسع في مكان ضيق. لماذا تضيقه؟ لهذا في القرآن الحكيم الله يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني هالجريد الفار اللي يجي في بيتكم بالليل وياكل شيء وتخلون مصيادة تاخذوها، فكر الإنسان الضيق أسوأ من هذه الجريد. قرآن، هذا قرآن. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمو قطوة، هذا أسوأ من قطوة، أسوأ من حمامة، أسوأ من عصفور. فرد وقت كان في لندن، فرد قصة اتفقت، فرد رجل تزوج امرأة، المرأة بعد مدة اشتكت في المحكمة على الزوج، اسمعوا هالقصة، اشتكت على الزوج أن الزوج يهينني، الزوجة هي الشاكية، أن الزوج يهيني إلي. المحكمة طلبت الزوج، الزوج قال لا أنا ما عنده. المحكمة سألت من الزوجة، شنو إهانة الزوج لك؟ قال إهانة الزوج أول ما زوجني، إحنا نروح للكنيسة مسيحيين،
في الأسبوع الأول من زواجنا وداني إلى الكنيسة بالسيارة الصغيرة تاكسي أخرى. في الأسبوع الثاني وداني إلى الكنيسة بالسيارة الكبيرة. في الأسبوع الثالث وداني إلى الكنيسة مشيا. في الأسبوع الرابع هو تركني هو وحده، هو ركب تاكسي راح للكنيسة وتركني في البيت. الحاكم سأل عن الزوج هل هذا صحيح؟ الزوج قال نعم صحيح. قال فلماذا هذا الشيء؟ زوجة في لندن كان الكلام في أن الإسلام فكرة عالمية ويجب أن لا نجعلها فكرة ريقة في أنفسنا، وإنما نفكر في الخارج والداخل المسلمين وغير المسلمين. قال في الحقيقة أنا أول ما زوجتها في الأسبوع الأول هي كانت تتكلم عن العالم، الهند هالشكل وأمريكا هالشكل وروسيا هالشكل وما أدري كذا هالشكل. شفت مرأة كبيرة العقل كبيرة الفكر، رأيت أنها واجبة الاحترام فذهبت بها بالتاكسي. الأسبوع الثاني قامت تتكلم حول البلاد الأوروبية، إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وما أدري كذا. شفتها لا فكرها صارت أضيق لأن العالم غير أوروبا فقط، فوديتها بالسيارة الكبيرة. في الأسبوع الثالث أخذت تتكلم حول لندن، شارع لندن وحديقة حيوانات لندن وما أدري كذا، صارت أضيق وديتها بالمشي. في الأسبوع الرابع قامت تتكلم عن نفسها، أنا هالشكل أبويا وهالشكل أخويا وهالشكل أمي وهالشكل أختي. شفت هاي المرأة الفكرة الضيقة أتركها أحسن، ولهذا أنا مشيت وحدي وخليتها في البيت. المحكمة سألت من المرأة صحيح هذا الشيء؟ قال إيه صحيح. قال إيه تستحق العدل، هاي مو إهانة، لأن الفكر الكبير يحترمه، الفكر الصغير هذا ما له احترام. الإنسان المسلم يجب أن يكون فكره كبيرا. أما حصلت أنا 10,000 دينار وكله إلي، من أنت حتى إلك؟ حصلت فرد حوش بنيت بمليون دينار، شنو الفائدة؟ الآية الكريمة شوفوا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني يجب أن يكون المسلم فكره في كل الكون، ما في أكله وشربه وزواجه وسيارته يفكر فيها الأشياء، مو أن كل تفكيره هذه الأشياء. ونحن أيضا يجب علينا هكذا، يعني من الآن يجب أن نتبنى فكرة إسلامية كونية واسعة. والتبني مو بس تفكير، تفكير ما له قيمة. يقولون فرد غني كان يبكي، قالوا له ليش تبكي؟ قال لأن هذا الفقير المسكين جاي يموت جوع. قالوا ما يحتاج تبكي يا خبز خلص. أتقسم من الناس هالشكل، وهو غني يبكي لأن الفقير يموت جوع أعطي خبز. فمو موضوع البكاء والتفكير، وإنما موضوع العمل. عندك 60 دينار بالشهر، خلي 20 دينار منه للإسلام. عندك داران في المستقبل يصير لكم شيء واضح، على أنتو شباب قلت في المستقبل يصيرون عندك صار داران، دار لك هنا والدار بيعها اشتر فرد حسينية في لندن. عندك 5 دور، 3 دور إلك والداران اشتر واحد في لندن وواحد في كاليفورنيا. أبسط شيء. قلت الآن لاحظ أنه في الكويت على أقل تقدير أكو 100,000 دار، ومن هذه 100,000 دار 1,000 دار منها كان مبعثر في العالم. كل مكان حسينية كويتية، مدرسة كويتية، مسجد كويتي، مكتبة كويتية، أي سمعة في العالم كنتوا تحصلون، أي سمعة. وبظنك على أنه 1,000 دار في العالم يضر الكويت؟ أبدا. لأن قلنا كل دار لنحسب 30,000 دينار، 1,000 × 30,000 إيش كثر يصير؟ 30 مليون. 30 مليون فرد تاجر يتمكن يعطي فرد تاجر، عم يحتاج أكثر فرد تاجر. فرد تاجر قبل مدة كان فرد واحد توفي الله يرحمه، قالوا أن ثلثه الذي وصاه 30 مليون ولا نسميه 30 مليون ثلث. أما أبو طالب أم يكبر، ومحمد أم يكبر، علي أكبر أم يكبر، وذاك الإنسان أم يكبر، وكلهم نفس الفكرة الضيقة. شنو أكلنا وشنو شربنا ورحنا إلى خراسان؟ شلون برتقال عام؟ عمي راح إلى خراسان برتقال تاكل؟
رحنا إلى الحاج شوالقر يوم الزيانة كأنه كل شيء له. هذا هو ولبطنه المبارك. الشعر يقول وصاحب لي بطنه كالهاوية. هو يظهر المكان كلش كبير يسمى هاوية. وصاحب لي بطنه كالهاوية كأن في أحشائه معاوية. كل شيء اللي نفيها يأكله. علاش وقت عمي؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا حقيقة نار مواقع. أما بالعكس من الإنسان المنفق، من الإنسان الموسع في تفكيره، من الإنسان الموسع في حركته، في عمله، في أصدقائه، في جيرانه، في شباب بلاده، في بنات بلاده، في بنات وشباب غير بلاده، هذا شلون إنسان عالمي، شلون فكرة واسعة؟ إسلام هكذا. وإذا رأيت إسلاما ضيقا دائرا للبيت والمدرسة والبطن واللباس والزوجة والسيارة فهذا إسلام لا يعرفه رسول الله. الإسلام الذي يعرفه رسول الله إن في خلق السماوات. وقلنا هذا شو وقت تقرأ الآية تدري يومي الصبح من المستحب أن الإنسان يقوم قبل أذان الصبح بساعة نصف ساعة أول ما يقوم من نومه ينظر إلى آفاق السماء ويقرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يعني خلق السماوات يفكر أول الصبح في السماوات في الكون في كل الأرض في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في غرفتهم وبطنهم وزوجتهم ولباسهم وسيارتهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مو بس يفكر في الدنيا والكون يفكر حتى ما ورائيات يفكر. هذا هو الإنسان المسلم وهذا هو الإنسان الراقي وهذا هو الإنسان المتقدم في المجتمع. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.